يا مستر ممكن يقول لي كومبوز ذا نمبر او ادي لك النمبر واقول لك دي كومبوز يعني مش لازم ادي لك شكل التيبل شكل التيبل طب بص بقى معايا عارف هنا كل اللي يقصده ايه بتايمز انا مش هعمل تايمز مش هعمل ملتبلاي امال هتعمل ايه يا مستر تعال نشوف ده ايه 10,000 يعني ال2 ده البليز فاليو بتاعه 10,000 يبقى 2 تايمز مش هعمل تايمز مش هعمل ملتبلاي لكن ده معناه البليز فاليو بتاع ال2 3 تايمز مش هعمل تايمز ده معناه ال3 البليز فاليو بتاعها 1000 5 تايمز مش هعمل تايمز امال ال100 دي معناها ايه البليز فاليو بتاع ال5 طب فاكر زمان كنت بعلمك ايه خد بالك معايا 1 2 3 4 1 2 3 4 ونبتدي تعالى نفتكر تاني كمان الراجل ده عيلة خالته سوسة والراجل ده في المليون ودي 1 10 100 خد بالك معايا بص بقى تعالى اسأل نفسك هنا معايا وانس يبقى انا هاجي في البليس بتاع الوانس معايا 7 نيكست عندي تنس فين مفيش ما قالش تايم 10 لو قال لي تايم 10 يبقى انت البليس بتاع ال 10 ما عنديش خد زيرو 100 هل معايا نمبر تايمز 100 مين يبقى هو ده في ال 100 بكمل بنفس الطريقه هل عندي نمبر تايمز 1000 يبقى مين 3 طب معايا 10000 مين 2 بس كده يا مستر فينش ما بعملش اكتر من كده طب تعالى كده نشوف الانفرس لو حبايبي المرة دي هو اداني النمبر يعني اداني ستاندر فور عايز اعمل اكسباند بس بطريقة الديكومبوز ما احنا بنعمل اكسباند بس بطريقة الديكومبوز نمشي واحدة واحدة ابدأ بمين بالوانس ابدأ بمين معايا كام يبقى هقدر اقول له ايه بلس عندي تنس لا عارف لو كان هنا في ديجيت كنت اقول مثلا لو هنا 3 كنت اقول ايه 3 تايمز 10 ما عنديش خلاص يا مستر ما عنديش نروح لل 100 عندي 100 مين 6 6 يبقى اقول ايه 6 تايمز 100 الله عليك عندي 1000 لا لو كان معايا كنت اقول الديجيت تايمز 1000 عندي 10000 استنى بقى يا مستر انا ما بعرفش انا هاخد مين واقول تايمز مش كده تعالى 5 بيفور 5 هاو ماني ديجيتس 4 يبقى انا معايا 4 زيروز 1 2 3 4 بس اوعى تنسى وارجع بعد كده 1 2 3 4 فبقى عندي 5 تايمز 10000 نيكست معايا يبقى هاجي اقول بلس 2 يا 2 بيفور 2 عندي كام ديجيت يبقى هقول تايمز ها يبقى ادي ال1 ومعايا 5 زيروز وارجع بقى 1 2 3 4 فبقي 100000 نيكست بقي لي مين خدنا ال2 ها يبقى ادي ال3 تايمز بيفور 3 هاو ماني ديجيتس يبقى معايا كام زيرو بس نبدا بمين 1 2 3 1 2 3 يلا بقى نحط الكوما فبقي دوت 3 مليون يبقى ادي يا مستر ستاندر كومبوز عملنا تايمز يبقى دي كومبوز مش بعمل تايمز انا بشتغل بليز فاليو ايوه يا مستر قول ذا بيست يا رب كده تحلوا لي وتبعتوا لي هستناكم على الواتس قول ذا بيست باي باي إذا كنت من المتابعين الجدد اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس ولا تنسوا دعم المقطع بلايك